السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم سيجار معمرين بالكفته. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. غنحتاج هنايا جوج حبات ديال البصله مشمضي، ثلاثه الحبات تقريبا ديال الفلفله ملونه، معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، معلقة كبيرة ديال صلصة الفلفلة الحارة، نصف رابعة ديال الكفتة، غنحتاج معلقة حميرة، ربع معلقة بزار، ملح على حسب الاختيار، نصف معلقة كمون، نصف معلقة ثوم، معلقة كبيرة قزبر يابس، ومعلقة حميرة، ونحتاج كذلك زيت الزيتون. شو دابا طريقة التحضير وطبيعة الحال الورقة. شو دابا طريقة التحضير، نضع البصله فلفلة وقزبر، صلصة ديال الفلفلة، العطرية كاملة اللي سبق لي وذكرتها معاكم، وزيت الزيتون. ونضع الكل فوق النار حتى تطيح البصلة مع الفلفلة، ونضيف ليها الكفتة. بعد ما نشفت ليا الحشوة نجيب الورقة ديالنا ونقطعها على ربعة، نجيب هذه هي الورقة، نضع فيها القليل من الحشوة، نجيب الجريمة بحال هكذا، بس اسمي انا غدخل الفرن شوية ديال الزيت، بعد ما ندخلهم الفرن يتحمروا ونخرجهم.
ما كتشاهدوا معايا السيده سي السيجار ديالنا من بعد ما خرجنا من الفرن، وهذا كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.